السلام عليكم، معكم شريف محمد، وهكلمك في الفيديو ده عن احسن وارخص الجوانتيات اللي ممكن تشتريها، وهكلمك في الفيديو ده عن كل نوع بالتفصيل. لو انت جديد وما تعرفنيش، انا اسمي شريف وبقدم محتوى عن حراسة المرمى، وان شاء الله هنزل اصور لكم فيديوهات من الملعب قريب. اتمنى قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. يلا سلام. معانا النهارده باول جوانتي وهو الاديداس البريديتور. طيب يا رجاله، الجوانتي ده في الفتره الاخيره لو انت رحت اي محل رياضي هتلاقي ان هو نازل منه انواع كتير. انت لو شفت الجوانتي ده هتقول ان هو ده الجوانتي اللي الحراس الاوروبيين بيلعبوا بيه، بس الحقيقه ان ده تقليد، وتقليد سيء جدا كمان. هقول لك عيوبه قبل مميزاته. اول عيب، انت لو جيت لعزت الجوانتي الاصلي هتلاقي ان الصابع من فوق مش معموله كده. انا مش عارف اقولها لك ازاي عشان مش معاك الجوانتي الاصلي. هتلاقي ان الصابع ماسكه في ايدك كويس اكتر من كده. انت هنا لو جيت لبست هتلاقي ان الصابع ايه، واسعه شويه، وحتى لو انت جبت خامه عاديه من كده فهي مش هتخش في ايدك. طيب ده اول عيب فيه. تاني عيب فيه ان هو سعره غالي. انا اقول لك كل جوانتي اشتريته بكام. ده انا كنت شاريه ب 600، وحاليا سعره عامل 750. من عيوبه برضو ان طبقه السفنج اللي هنا مش اللي هي سميك قوي، يعني ده كله شكل بس. الجوانتي ده هاي كوبي، انا بتكلم عن نوع الهاي كوبي منه عشان في ناس تكتب لي ايه ان الاصل حلو. هو فعلا الاصل حلو، بس ده النوع الهاي كوبي. فهو ممكن تكون ميزته الوحيده اللي هو الحاجات دي هتساعدك في توجيه الكوره لو انت في ركنيه مثلا وعايز توجه الكوره لو هتلعبها بالبوكس، تمام. بس الصراحه الجوانتي ده مميزاته اكتر من عيوبه، وانا ما انصحش بيه. تاني جوانتي معانا بقى هو جوانتي الرش اللي هو اللي موجود فوق ده. طيب هقول لك دلوقتي على مميزات الجوانتي ده. بص يا جماعه، محدش يركز عشان انا بتمرن بالحاجات دي كل يوم، فمحدش يركز مع القطع. الجوانتي ده انا جايبه معايا بقاله سنتين واكتر، تمام، بس انا ما بستعملوش دلوقتي. بصراحه انا مش عايز ابالغ، بس الجوانتي ده من احسن الجوانتيات اللي انا جربتها في الماتشات، وسعره ممتاز جدا. انا كنت جايبه في حدود 350 400، وعاش معايا سنتين، بس انا طبعا عشان اهلكته من هنا على النجيله الصناعي فاتقطع. لكن هكلمك بقى في الفيديو ده عن مميزات الجوانتي. حرفيا الجوانتي ده اكتر خامه من الخامات السميكه اللي انا اشتريتها في الجوانتيات، اللي هي هتساعدك في انك تلمس الكوره. طبعا انت يا دوب هتبل الجوانتي هتساعدك في مسك واستلام الكوره، تمام. حركه الصابع 10/10 وعاليه جدا، يعني الصابع من جوه اللي هي مريحه، مش زي الجوانتي التاني اللي هو مثلا ما يبقاش في صباع واسع صباع ضيق. طيب في معظم الجوانتيات هقول لك العيب انها ما بتهتمش بالصباع الابهام. صباع الابهام ده يا جدعان، بص يعني انت هتشوف مثلا عرض الصباع فهتلاقي ان الجوانتي سايب مساحه كبيره قوي، تمام. فده عيب موجود في معظم الشركات اللي بتصنع انها مش بتهتم بعرض الجوانتي. لكن الجوانتيات دي اللي هي بتبقى خامه السفنج سميكه، انا بصراحه من نوع الحراس اللي بفضلها. معرفش بقى انت بتستريح في ايه، وطبعا في حراس كتير مشهوره بتفضل تلعب بالجوانتيات دي زي نافاس وبيكفورد، لكن في حراس بتحب تلعب بخامه الجوانتي الخفيفه زي كورتوا ومانويل نوير. طيب نيجي لتالت جوانتي معانا وهو جوانتي النايك. هو انا عموما ما بحبش البس اي حاجه من شركه نايك، سواء في الاسترزات او في الجوانتيات، لكن لو على التيشيرتات فانا لابس نايك اهو. لكن بصراحه الجوانتي ده من احسن الجوانتيات. انا كل ده يا جدعان بتكلم في اسعار رخيصه اللي هو من 300 ل 500 بالكتير قوي، او من 200 ل 500. ده في جوانتيات بره ب 500 دولار و 1500 دولار. فاللي انا بتكلم بيه هو اسعار رخيصه عموما. فهقول لك على تجربتي مع الجوانتي ده. بصراحه الجوانتي ده كان تصميمه عالي جدا، بس عيبه ان خامه السفنج اللي فيه مش اللي هو سميكه. هقول لك دلوقتي ايه الفرق بين السفنج السميك والسفنج اللي مش سميك. طيب السفنج عموما هو من اكبر عوامل الجوانتي اللي تخليك تمسك الكوره، اللي تخليك تمسك الكوره بسهوله. لو في هنا في طبقه الايد سفنج بيزحلق، الكوره هتقع من ايدك بكل سهوله لو انت مش متمكن منها. لكن طالما خامه السفنج سميكه فدي هتساعدك انك تمسك الكوره، مش بقول هتمسك الكوره لوحدها، لكن هتسهل عليك عمليه مسك الكوره بنسبه كبيره. فبصراحه الجوانتي نايك ده من احسن الجوانتيات اللي شركه نايك عملتها، اللي هي بالاسعار الرخيصه. انا ما بتكلمش طبعا على ايه، على الاسعار التانية. تصميمه 10/10 وخامته مريحه للايد، وهو بس عيبه الوحيد ان السفنج ده
مش سميك، لكن الصباع الصغير وكل الصوابع تصميمه 10/10. بس الجوانتي ده عظم، لان انا عارف ان في منكم حراس كتير بتحب تلعب بجوانتي من غير عظم، فهو الجوانتي ده عظم، وده يمكن يكون عيب بالنسبة لكم، بس هو ميزة بالنسبة لي ان انا متعود العب بجوانتيات عظم من صغري. فاكرين الجوانتي ده اللي لسه متكلمين عليه من شوية؟ نفس الشركة بتاعته عملت نوعية تانية من الجوانتيات، بس مش عارف النوعية دي قديمة ولا جديدة. بص انا بعد دلوقتي هكلمك عن النوعية دي، اعتبر النوعية دي سيئة جدا والنوعية دي ايه كويسة جدا، هعمل لك مقارنة دلوقتي ما بينهم. هنيجي للظهر، ظهر النوعية دي سفنج، اللي هو ايه لو اتبل هيساعدك برضك في الحركة. ظهر بقى النوعية دي المشكلة ان هو بلاستيك، ففي حركته هيبقى تقيل شوية، في حركته اللي هو مش هتحرك ايدك بكل سهولة، تمام؟ فانا دايما بنصح انك تشتري ظهر الجواندي سفنج عشان تعرف تتحرك بايدك بكل سهوله، بلاش اللي هو الخامات اللي هي بتزحلق او اللي هي ايه زي البلاستيك دي، تمام. تاني حاجه ان خامه السفنج في الجواندي ده مش زي ده، يعني انا ده شايف الفرق، ده بقى اللي بكلمك فيه اللي هو السفنج بتاعه سميك، يعني ده متقطع، خلي بالك ده متقطع، لكن تحت طبقه السفنج الاولى في طبقه سفنج تانيه، ده مفيش غير الطبقه دي لو انتوا شايفين، ودي لا طبقة الورق يعتبر، هو طبقتين، ده كذا طبقة، فده برضو من تاني عامل لاختيارك للجواندي. خلي بالك السعر قريب جدا من بعض، ده ممكن مش فاكر انا قلتلكوا بكام بصراحة، بس ده كان ب 350، يعني هو مش فرق كبير قوي، بس ده عاش معايا سنتين وده جايبه بعد ده باظ معايا بسرعة. انا طبعا كنت مخلي ده للتمرين، انا بختار حاجات معينة للتمرين وحاجات معينة للماتشات، فهو ده طبعا كان الماتشات وكان من احسن الجوانتيات اللي انا لعبت بيها بصراحه. فانا دلوقتي بكلمك ان العامل اللي تيجي تختار بيها، اول حاجه السفنج سيء والظهر سيء، فتقييم الجوانتي ده في العموم ان هو مش قد كده، لكن الجوانتي احسن جوانتي في الجوانتيات اللي انا وريتها لكم دي، وطبعا ده كان الجزء الاول من السلسله. لو عايزين نعمل جزء تاني انا معايا جوانتيات تاني طبعا، ولو عايزين اسيب لكم عناوين محلات اكتبولي تحت برضه لو عايزين اسيب لكم عناوين المحلات. طيب كده احنا خلصنا فيديو النهارده، بس في نقطه معينه انا حابب اكلمك فيها، حاول دايما تحافظ على كف الجوانتي. ليه بقى؟ انت لو قدرت اشتريت جوانتي ب 200 جنيه او جوانتي ب 2000 دولار، لو كف الايد ده باظ ال 2000 دولار راحوا وال 200 جنيه راحوا، تمام؟ فما تقوليش ان انا مش مسؤول عن ان انا اللي حافظ عليه ولازم الجوانتي يكون ايه خامته عاليه، لا. دلوقتي في عيب هو كان موجود فيا طبعا، احنا ما بنصد مثلا كره في التمرين كحراس، لو تراي ارضي او تراي عالي بنقوم ازاي؟ اعتبر ان دي النجيله الصناعي، احنا معظمنا طبعا بيتمرن على نجيله صناعي، فلما بتيجي تقوم اما بتكحت ايدك في النجيله الصناعي شويه في شويه طبقه السفنج بتبدا ايه تتاكل، تمام؟ فلما تيجي تقوم بعد ما تطلع الكوره او تصد الكوره بتقوم بقبضه ايدك، بتعمل ايدك قبضه وتسند بايد واحده بس وتقوم. خلي بالك عشان في مدربين بيركزوا على النقطه دي، انا كنت ما بتمرن في بيراميدز زمان، كنت ما لعبتش في بيراميدز بس كنت بتمرن، نزلت مع فتره معاش بس ما حصلش نصيب، انا كنت بقوم بس بايدي الاثنين، المدرب بيقول لي لا لازم تقوم بايد واحده، اما سالته قال لي ده بيخلي حركتك اسرع، لان مثلا لو انت صديت الكوره وردت هتقوم تعمل فولو بايد واحده اسرع من انك تسند بايديك الاثنين، تمام؟ فحاول دايما تحافظ على كف الجوانتي عشان فلوسك ما تروحش على الفاضي، تمام؟ اتدرب اول ما تجيب الجوانتي اتدرب انك تقوم بقبضه ايدك، تمام؟ في اختراع نازل اللي هو صمغ الجوانتيات او صمغ الحراس، تمام؟ انا شايف ان الاختراع ده ملوش اللي هو نسبه كبيره او ملوش لازمه كبيره بالنسبه لمعظم الحراس، ملوش لازمه كبيره. ليه بقى؟ اول حاجه انت ما تيجي تبص للجوانتي، انت ممكن تجيب جوانتي طبقه السفنج اللي فيه خفيفه وبتزحلق، جيت ترش عليه مش هتلاقي الكره بتمسك، لان هو ده مش سحر، لازم طبقه السفنج هي اللي تبقى عاليه. فانا شايف بدل ما تصرف فلوسك في صمغ الحراس وتقعد تدور عليه، انك تجيب جوانتي السفنج اللي فيه سميك، تمام؟ وبله شويه ميه. ونصيحه مني ما تنزلش اي ماتشات وانت مش بل الجوانتي، طبعا انت تسال ليه الحراس بتبل الجوانتي، انا بقول لك ان السفنج لما يتبل هيساعدك في مسك الكره احسن، وغير كده هيخليك تحرك ايدك بشكل احسن، اللي هو مثلا معظم الحراس بتبل الجوانتي عموما عشان تحرك بس الصابع والقبضه، تمام؟ فبكده انا خلصت الفيديو، ان شاء الله هاخد اجازه نص السنه في الكليه وهنزل اعمل لكم حاجات تعليمي، لان في ناس كتير طلبت مني شرح تعليمي.
طبعا لو الفيديو بتاع النهارده عجبك اتمنى تكتب لي تحت في التعليقات ان الفيديو عجبك، ولو عايز الجزء التاني من الفيديو ده لسه عندي جوانتيات، عندي الجوانتي اللي بلعب بيه الماتشات وعندي اول جوانتي بدأت بيه، لو حابب ان انا انزلهم لك اكتب لي تحت، ويلا سلام بقى اشوفكوا على خير.